طنان، قرية طنان تبع مركز اليوب. ايه كمان كده مشكلة الرشاعي؟ هي مشكلة الرشاعي زي ما انت شايف كده مسببة لنا هنا الريحة بتاعتها، واحنا منطقة سكنية اساسا، فطبعا مضرة الاطفال هنا بالريحة بتاعتها والناموس والكلام ده كله، فكان نفسنا انه يتردم زي بقية الرشاح ما هو مردود. وطبعا زي ما انت شايف الزبالة اللي هي موجودة ديت، والمسجد اللي موجود هنا على الاقل حتى تردم عشان المسجد ده. مشكلة الرشاح ان الرشاح تراب ورديم، ورديم الرشاح جه البلد عملت اكتر في الميه بدل ما كانت مصلحه، ردموا الرشاح، الرشاح جه رديمه غلط عن الاول، بقى فيش مصرف للرشاح، يجي بتوع البواجير يقلبوا اللي هم بيشيلوا الميه بتاعت البلد بتاعت المجاري، يعملوا لهم محاذر وشكاوى، هم ما لهمش ذنب، ذنبهم هم شايلين البلد، ما فيش بديل. انت شوف لهم بديل حضرتك، مفيش بديل، لا بنشيل واعملوا لنا محاذر ونروح المحكمه ندفع فلوس ونتحبس، ونتحبس كمان. جزاتنا ان احنا بنشيل ميه الناس ونيجي نقلبها في الرشاح، امال نوديها فين؟ الرشاح يقول لك طبع طر طبع الري شبين، ري شبين يعمل لنا محاذر، نروح له يقول لك انا ماليش ذنب، ذنب الوحده المحليه بتاعكم تصرف لكم في مكان. احترنا، مش عارفين نفضي فين ونعمل ايه. عندنا زي ما انت شايف كده الميه والريحه والناموس هنا بالليل، فاحنا مش عارفين بصراحه نقعد في المنطقه دي. ايه الاضرار اللي بيسببها؟ الدخان، يعني الناس بتوع المجلس بيجوا يرموا الزباله زي ما انت شايف كده وبيولعوا فيها، الدخان ده برضه ضرر لنا احنا، فاحنا ما مش عارفين نقعد بصراحه. هي زباله، هي اكوام زباله كتيره هي، والمجاري طبعا مش هتخش بقى لها فتره، والبواجير طبعا هنا كتير هي عامله وش وعامله قرف، والكهرباء نفس الحكايه ضعيفه برضو. مشاكل جامده قوي وخطر على الاطفال، وعندنا اطفال لسه واقعه فيه، و يعني ما اقولكش مسبب لنا مشاكل كتير قوي بسبب اضرار كتير، يعني اسباب في ناس بتتعب منها، تعب امراض كتير قوي منها ترشاح. انا من طنان مركز اليوب محافظه الاليوبيه. المشكله مشكله البلد عموما، مفيش صرف صحي في البلد، والبلد من ورا هنا مليانه بايظه، مليانه ميه بايظه خالص، مليانه. طبعا اللي بيكسح بيجي كل يوم، يعني انت لسه كاسح النهارده تيجي تفتح الترانش تلاقي فيه ميه تاني، البلد بايظه خالص، مفيش صرف صحي في البلد خالص. ناموس، الناموس ده لما بيجي مثلا اللي بيجيب الناموس، طبعا الناموس لما يقف مثلا على الميه الوسخه ديت، طبعا ما يجي البني ادم، البني ادم بتنقل امراض، امراض للناس كلها. وفي واحد ميت هنا قبل كده في الرشاح ده، في واحد ميت قبل كده في الرشاح هنا. الوحده المحليه زي ما انت شايف هنا في زباله بيجي يرموها، بيلموها من البلد يرموها هنا كده، ويجوا اخر النهار يلموها تاني، يعني يجمعوها يرموها هنا عند الترب، وفي الاخر يجي يلموها تاني يرموها، وزي ما انت شايف المنظر قدامك اهو. الوحده المحليه راحت معانا رئيس المجلس معاد عشان نشيل المحاذر، قالوا له مش هنعمل لكم محاذر تاني، كلامه خلاص. لكن بنفوجئ نلاقي المحاذر اللي حضرنا على المحكمه، نفوجئ نلاقي محكوم علينا غيابي، ويجي يطلبوا منا فلوس ونروح ندفع في المحكمه ومحاذر، ولا حد بيقول لك، يقول لك حاضر ويجي ما فيش كلام، حاضر وخلاص عشان يمشيك. الوحده المحليه بتيجي ساعات بتطلق زباله برضه هنا في المنطقه، وساعات ايه؟ ساعات بتنظف وساعات بتطلق، يعني في ناس صوروهم قبل كده ان هم جم دلقوا المجلس المدينه، ولا كانه هنا خالص، ولا بيعمل اي حاجه ما لهمش في اي حاجه المجلس المدينه خالص. كتير للمجلس، وطلعنا في بنها اشتكينا تبع مديريه بنها احنا حضرتك، وعملنا مشاكل كتير قوي، ما فيش حد بيرد علينا، قلنا جايين ولا حد بيجي ولا حد بيرد. والله بصراحه ما حدش بيعمل حاجه، يعني انا بلغت بقى 10 سنين هنا شفتش حد عمل حاجه. الوحده المحليه بتدي بس محاضر للناس اللي هم بتوع الكسح، الناس اللي هم بيرزقوا الناس الغلابه، يمشي يدوا محاضر، وعملوا وقفه عشان خاطر المحاضر دي، واللي شالوا لهم المحاضر والناس اشتغلت. انا نفسي حد من المسؤولين يجي هو يشوف بنفسه، انما هيسمع لي دي مش هيعمل حاجه، يجي يشوف هو بنفسه هنا. اقول له يجي حضرته يجي يشوف على الطبيعه، يجي يشوف حل، يجي يشوف ايه الوضع، يشوف لنا حل، يشوف المجاري ان كان يشغلها عشان البواجير تبطل، وزي ما هو بيقول والبلد تعوم، يشوف لنا اي وضع، ادي اللي احنا طالبينه. احب اقول له ان هو ينظف المنطقه دي، انا عايزه ينظف المنطقه ديت ويردم لنا الرشاح ده عشان نعرف بس نقعد في بيوتنا زي ما انت شايف كده.
انا بفتح الورشه ما بعرفش اشتغل. احب اقول له شوف لي حل، شوف لنا حل في الموال ده، في الحكايه دي. تقول لا ربنا عاوزهم يعني يخلوا بالهم من البلد شوي. اقول له يمشي في يعمل صرف صحي للبلد عشان خاطر المياه ديت مضره جدا للناس اللي في البلد.